الجزائريين كاع راهم مع اخوتنا المغاربه كاع راهم يتبعوا في المباراه. نتمنوا ان شاء الله المنتخب المغربي يطلع للدور الثاني. هو راه طلع الدور الثاني زعما الحمد لله. ان شاء الله يروح الربع النهائي ونصف النهائي، ان شاء الله على هلا يروح النهائي ويدي كاس العالم ويحقق الحلم. راكم تشوفوا هو هذا المقهى الاول في الجزائر اللي تبع. غادي نوريكم المقاهي الاخرين. مقهى واحد اخر في الجزائر كيراكم تشوفوا الشعب الجزائري كاع راه يتبع في مباراة المغرب. نتمنوا ان شاء الله النتيجة تزيد. الان راهم 2-0، نتمنوا ان شاء الله 3 ولا 4. لا ما عدوش مشي بيت الحمد لله ما عدوش. عدوه هو بيت. غلطوا ديفونسور. تسلل